عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم نشوى فريد، مدرسة علوم وساينس. النهاردة إن شاء الله هنكمل الدرس الأول، هناخد الجزء الثاني من الدرس الأول رابعة ابتدائي. احنا خدنا المرة اللي فاتت قلنا ايه هي المادة، قلنا كل ما يشغل حيز من الفراغ وله كتلة يسمى مادة. لو قلنا علم ليه مثلا الكوباية دي مادة، هقول لانها كل ما له كتلة وحجم يسمى مادة. قلنا ايه هي الكتلة، هي قلنا مقدار ما يحتويه الجسم من مادة. وايه هو الحجم، قلنا هو مقدار الحيز الذي يشغله الجسم من الفراغ. يبقى لو جينا نقول ايه هو الفرق بين الكتلة والحجم، هقول الكتلة هو مقدار ما يحتويه الجسم من مادة، وايه هو الحجم، قلنا هو مقدار الحيز الذي يشغله الجسم من الفراغ. وقلنا هناخد الطول والكتلة والحجم، هناخد كل حاجة ليها ادوات القياس وهناخد وحدات القياس. خدنا المرة اللي فاتت قلنا ان الطول ليه ادوات قياس، وقلنا زي المسطرة المدرجة والشريط المدرج. المسطرة المدرجة للاطوال الصغيرة، اما الشريط المدرج للاطوال الكبيرة. وخدنا وحدات قياس الطول، كان عندي السنتيمتر والمتر والكيلومتر. السنتيمتر للاطوال الصغيرة زي القلم، اما المتر للاطوال الكبيرة زي ابعاد فصل او عمود انارة، اما الكيلومتر هي للاطوال الكبيرة جدا زي المسافة بين المحافظات. وقلنا المتر بيساوي 100 سنتيمتر، اما الكيلومتر بيساوي 1000 متر. النهاردة ان شاء الله هنكمل الكتلة وهنتكلم عن ادوات القياس ووحدات القياس. طبعا الكتلة قلنا هي مقدار ما يحتويه الجسم من مادة، وعندي ادوات القياس حاجتين، الميزان الحساس والميزان المعتاد. الميزان الحساس بستخدمه للحاجات الصغيرة، الكتل الصغيرة للاجسام الصغيرة، ودي اللي بيكون بالظبط عند الجواهرجي. اما الميزان المعتاد للكتل الكبيرة زي اللحوم. اما بقى وحدات القياس، انا عندي 3، الجرام والكيلو جرام والطن. الجرام دوت بستخدمه للكتل الصغيرة زي المشغولات الذهبية والفضية، وده بيكون اختصاره. طبعا الجرام والملي جرام، هو الملي جرام بيكون اصغر من الجرام، ودي بتعتبر وحدة قياس للكتل الصغيرة. اما الكيلو جرام للكتل الكبيرة زي الفاكهة والخضروات واللحوم. اما بقى الطن للكتل الكبيرة جدا زي الحديد والاسمنت. يبقى انا اتكلمنا عن الكتلة وقلنا هي مقدار ما يحتويه الجسم من مادة. ادوات القياس قلنا الميزان الحساس للكتل الصغيرة زي الذهب والمجهولات او المجهولات الفضية، اما الميزان المعتاد للكتل الكبيرة، وده اللي بيكون عند بتاع الخضروات والفاكهة. وقلنا وحدات القياس عندي الجرام والكيلو جرام والطن. الجرام للكتل الصغيرة زي المجهولات الذهبية، اما الكيلو جرام للكتل الكبيرة، اما الطن للكتل الكبيرة جدا. عشان لازم نبقى مهتمين قوي بفكرة تحويلات الوحدات، يعني انا عندي الكيلو جرام بيساوي 1000 جرام، اما الطن بيساوي 1000 كيلو جرام. عشان احول من الكيلو جرام للجرام، يعني من الكبير للصغير، هضرب في 1000، وعشان احول من الصغير للكبير هقسم على 1000. لما نيجي نتكلم بقى عن الحجم، قلنا الحجم هو عبارة عن الحيز الذي يشغله الجسم من الفراغ. اما بقى ادوات قياس الحجم حاجتين، المخبار المدرج والمسطرة المدرجة والشريط المدرج. المخبار المدرج ده يا جماعة بيكون في المعمل، وده بيكون بقيس بيه حجم السوائل، يعني زي الزيت والمية واللبن، والاجسام الصلبة الغير منتظمة، زي مثلا فكرة حجر مثلا من الرخام او حجر او طوبة او اي حاجة، ممكن اقيس الحجم بتاعها عن طريق المخبار المدرج. اما بقى فكرة المسطرة المدرجة والشريط المدرج، ده بقيس بيه الاجسام الصلبة المنتظمة، زي مثلا فكرة الكتاب او مثلا فكرة مكعب، يكون لي ابعاد اقدر اجيب الطول والعرض والارتفاع بتاعها، بقدر اقيسها بالمسطرة المدرجة والشريط المدرج. يبقى انا عندي ادوات القياس هي عبارة عن المخبار المدرج والمسطرة المدرجة والشريط المدرج. اما بقى بالنسبة لوحدات القياس، هم 4، السنتيمتر مكعب والمتر مكعب، وعندي الملي لتر واللتر. السنتيمتر مكعب والمتر مكعب، ودول بستخدمهم لقياس السوائل والاجسام الصلبة الصغيرة لو كان سنتيمتر مكعب. اما المتر مكعب بقيس بيه السوائل والاجسام الصلبة الكبيرة، يعني انا عندي السنتيمتر مكعب والمتر مكعب للسوائل والاجسام الصلبة. ممكن ما نقول الاجسام الصلبة الصغيرة في حالة السنتيمتر مكعب، والاجسام الصلبة الكبيرة في حالة المتر مكعب. اما بقى بالنسبة للملي لتر واللتر، الملي لتر دوت للسوائل القليلة واللتر للسوائل المتوسطة. يبقى انا نتكلم تاني عن الحجم ونقول ادوات القياس بتاعتي كانت المخبار المدرج والمسطرة المدرجة. وقلنا المخبار المدرج ده بستخدمه للسوائل والاجسام الصلبة الغير منتظمة، اما المسطرة المدرجة والشريط المدرج للاجسام الصلبة المنتظمة. اما بقى بالنسبة لوحدات القياس، قلنا هم 4، السنتيمتر مكعب والمتر مكعب،
قلنا السنتيمتر مكعب للسوائل والأجسام الصلبة الصغيرة، أما المتر مكعب للسوائل والأجسام الصلبة الكبيرة، أما الملي لتر للسوائل القليلة، واللتر للسوائل المتوسطة. يبقى احنا هراجع اللي احنا خدناه النهارده. قلنا الكتله هي عباره عن مقدار بيحتويه الجسم من ماده. ادوات القياس كانت الميزان الحساس والميزان المعتاد. وحدات القياس الجرام والكيلو جرام والطن، الجرام والكيلو جرام والطن. وقلنا في علاقه بتربط بين الثلاثه، قلنا ان الكيلو جرام بيساوي 1000 جرام، اما الطن بيساوي 1000 كيلو جرام. وطبعا اتكلمنا عن الحجم، وقلنا هو الحيز الذي يشغله الجسم من الفراغ. وقلنا ادوات القياس بتاعتي كانت المخبار المدرج للسوائل والاجسام الصلبه الغير منتظمه، والمسطره المدرجه والشريط المدرج للاجسام الصلبه المنتظمه. واتكلمنا عن وحدات القياس، قلنا السنتيمتر مكعب للسوائل والاجسام الصلبه الصغيره، والمتر مكعب للسوائل والاجسام الصلبه الكبيره، اما الملي لتر للسوائل القليله، واللتر للسوائل المتوسطه. المرة الجاية ان شاء الله هنشوف ازاي اقدر اعين الحجم، ازاي اقدر اجيبه، سواء كانت اجسام صلبة منتظمة او اجسام صلبة غير منتظمة. ياريت اللي عجبه الفيديو يعمل لايك ويعمل سبسكرايب للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.